طبيعة البشر، هذه الأشياء تدخل في طبيعة البشر، وأن هذه طبيعة البشر هي مختلفة جدا، فنجد يدخل فيها اللون، يدخل فيها السلوك، يدخل فيها الفاصل الدموي، يدخل فيها القامة، يدخل فيها أشياء كثيرة، يعني لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البشر يتكيف مع المنطقة التي يعيش فيها. ولما يعني هبط سيدنا آدم عليه السلام إلى الأرض، فبدأ يعني منطقة حول جبل طور ومنطقة شبه جزيرة العرب، إن أن هناك حضارة كذلك من حبشة يعني إثيوبيا الآن، وهي هذه المنطقة منطقة النيل أو مصر حاليا. هذه المنطقة كثير من الدراسات الأنثروبولوجية هي الآن بينت على أن الحضارة بدأت هناك، وكذلك حضارة عاد وتمود، أن بعض الدراسات الجيولوجية يعني الآن عثروا على الجبال التي يعني خسف الله بها، يعني التي أهلك الله بها سبحانه وتعالى، يعني والقرآن يعني هو سرد حقيقي ومطلق، يعني قصص الأنبياء يعني لا يمكن أن نقارنها مع القصصات الأخرى. فالقرآن لما يقص شيء فهو حقيقة الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون، فالسد الذي أقامه ذو القرنين يعني الآن عثروا العلماء عليه، وكذلك جعلنا عاليها سافلها، فهناك أنواع من الجبال الآن عثروا عليها بأن هذه الجبال مقلوبة، يعني هذه القاعدة الفوق والقمة يعني التحت. وهذا العلماء الجيولوجيا هم ليسوا مسلمين، ولكن يعني تعجبوا، أرادوا أن يفسروا هذا الحديث، حتى رجعوا إلى القرآن وجدوا بأن الله سبحانه وتعالى أهلك هذه الأقوام. هذه أشياء ثابتة، وطبيعة البشر تتعلق بطبيعة المنطقة التي يعيش فيها، وبالطقس بالجو وبالمغناطيس، قوة المغناطيس وقوة الدوق الجو والحرارة الخارجية وما إلى ذلك. نجد أن مثلا السود يعيشون في منطقة حارة، ثم أن الإنسان الأبيض ويعيش مثلا في القطب الشمالي وعلى يعني فوق خط استواء، يعني الدول الاسكندنافية مثلا وكندا وما إلى ذلك، هذه نجد لون أبيض والقامة طويلة وعين زرقاء. ثم أن عضلة العين كذلك فيها خلل عند سكان آسيا، مثلا الصين وكوريا عندهم هذه العين، ما كيشوفوش بعيد، لا يرون بعيد، يرون يلا مترين، ولكن العرب على الخصوص هم يرون أكثر من 10 كيلومترات يعني مستوية، لأن عضلة العين هي عضلة مرنة، وكتشوف العيون ديال هذوك الصينيين واليابانيين، العين ديالهم عندهم ديك العضلة مشدودة، العين ما كتشوفش بعيد، وعند ذاك العين كتبان لك مضخمة يعني. نعم، هذه كل أشياء يعني تدخل في هذه، ويجب أن ننتبه إليها، ويجب أن نأخذها في الحسبان فيما يخص الأمراض وفيما يخص حياة الناس، وحتى على مستوى الإدارة والسياسة. هذه أشياء أنا سنجد أن طبيعة الفصل الدموي أو مثلا هو أقدم الفواصل الدموية. لماذا أو أبي هذه الأربعة الفواصل هما لماذا؟ لأن التحليل الدموي كيف عثروا عليه، وجدوا أن فصل دموي أو هو يعني صفر باللغة الإنجليزية أو، وكذلك بعد الكتابات نجد أنها تعني old، يعني الإنسان القديم باللغة الأنجلو سانكسونية، أو ليس لديه أنتيجينات، ليس لديه أنتيجينات على المولدات، يعني على الخلايا الدم الحمراء إزيماسي، ليس هناك مولدات، يعني هو اللي كنسميه احنا يعني الفاصل الدموي الصلع، ما فيش، ما عندوش أنتيجينات، ما عندوش حسد، ما عندوش أي شيء، حتى الدم ويعطي لجميع الفواصل الدموية، هو يظهر ظاهرا يظهر قوي، يعني يظهر قوي وعبقري جدا، ولكن داخليا وعاطفي جدا، عاطفي جدا، يعني نعم هو لا يمكن أن يكسب بالقوة بالسلاسل، لا يمكن، من المستحيل أن يكسب الفاصل الدموي أو بالسلاسل، لكنه يكسب بالعاطفة، يعني هذا يعني يسجن ويعني بالعاطفة، هذه نقطة الضعف. نعم، وهي يعني الطبع اللي كان عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان قوي وشديد وطويل، ولكن كان عاطفيا جدا، كان أنه لما يرى الطفل يبكي كان يبكي رضي الله عنه. هذا الفاصل الدموي أو هو اللي كان تقريبا يمثل نسبة 3/4 أو 4/5 سكان الأرض، لأن كان عند الإنسان الأسود والإنسان العربي كان عندهم فاصل دموي أو تقريبا أكثر من 95%. هذا الفاصل الدموي هو فاصل شبه جزيرة العرب وفاصل بلاد الحبشة والسودان، والمنطقة التي تكلمت عليها هي علين، هي التي بدأت يعني الحضارة تنمو. ثم هذا الفاصل هو أول فواصل ليس له أنتيجينات، يعني سنرى أن بعد تكيفه مع المناخ ومع تحوله وتنقله ومع الأشياء التي تعترضه في الطبيعة ستظهر أنتيجينات على الفاصل الدموي أو المحل الفصل الدموي وعنده خلايا الحمراء ليس فوقها أنتيجينات، هي صلعاء. ثم عنده سكر فيكوز
هذا السكر الفيكوز، هو اللي عنده سكر الفيكوز موجود في الطحالب البحرية. وسنقف عند الطحالب البحرية، هي لا تعالج الفواصل الدموية الأخرى، تعالج فاصل دموي فقط. يعني هذاك طحلب الفيكوز هو يعالج الغدة الدرقية عند الفاصل الدموي فقط، وهو يعالج الغدة الدرقية عند الفاصل الدموي إذا عرفوا الناس كيفاش يستعملوه. ثم الفاصل الدموي هذوك الخلايا الحمراء كتزاد عليهم الأسيتيل جالاكتوزامين، مكون هذا المولد يعني هذا الانتيجين الاسيد الاسيتيل جالاكتوزامين. ثم الفاصل بي غادا تكون دي جالاكتوز زايده، ثم الافي غادي يكون معقد اكثر، غادي يكون عنده الفيكوز والاسيتيل جالاكتوزامين والدي جالاكتوز في نفس الوقت. يعني الافي هو معقد جدا، يعني على انه اخر الفواصل الدمويه التي ظهرت، لان الدراسات الانثروبولوجيه حتى في قبور الفراعنه والقبور القديمه لم يعثر العلماء على الفواصل الدمويه الا الاو، عثروا على الفاصل الدموي فقط، لم يعثروا على الفواصل الاخرى. نلاحظ على ان الان المغرب العربي، المغرب العربي وهنا بحكم افريقي وعربي، والفاصل الدموي يمثل اكثر من 78%. المغرب تضرر شويه، علاش ماشي تضرر، يعني وقع فيه اختلاط لما رجع يعني المسلمون ديال الاندلس عرب معقل، لما رجع الناس من الاندلس من اسبانيا، يعني لما سقطت الاندلس ورجع هاد السكان هما اللي جعلوا هاد الفاصل الدموي بي وابي يطلعوا شويه، النسبه ديالهم طلع شويه في المغرب. ولذلك المغرب والجزائر فيهم شويه ابي بالمقارنه مع الدول العربيه الاخرى، يعني ماشي واصل، ما وصلش ل 2.5% اللي كاينه في امريكا الشماليه واللي كاينه في الدول الاسكندنافيه، ولكن فيه واحد النسبه اكثر من الدول العربية الأخرى. ولكن كيبقى الفاصل الدموي أو في المغرب خصوص سكان الأطلس، يعني بحال الأمازيغ عندهم فاصل دموي أو. فهذه مهمة جدا، علاش؟ لأن عندنا انعكاس. لماذا أنا أتكلم؟ يعني أنا عندي تخصص علم التغذية. لماذا؟ لأن فاصل دموي أو يتأثر بهذه التغذية، وإذا لم يحترم هذه التغذية سيسقط في أمراض بسهولة، يعني كل الناس غادي، ولكن بسهولة. يعني نلاحظ أن الفاصل الدموي أو هو فاصل الإنسان البدائي الصياد الذي كان يعيش في الطبيعة، الذي كان يسارع الحيوانات، الذي كانت عنده عضلات مفتولة وجيدة وعضلات يعني قوية جدا، وأنه لا يخشى المخاطر، وأنه إنسان مغامر حتى على السلوك، يعني على المستوى. علاش؟ لأن كلما كان النظام الغذائي لحم كلما كان السلوك عنيف وقوي. وهو السلوك الذي كان يحتاجه هذا الإنسان، يعني طبعا لما يجد نفسه أمام سبع أو 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 أو, أو حيوان يعني مفترس أو نمر أو، يعني يجب أن يدافع عن نفسه، وكان يدافع عن نفسه بنفس الطريقة اللي كانت عند السبع واللي عند نمر، يعني تقريبا شديدات العضلات. وكان فهذا الان في عصرنا الحاضر نجد ان الفاصل الدموي او هو كنسميه الفاصل الحاسم، ديسيسيف، فاصل حاسم يريد ان تقضى حاجته بالفور حالا. الى الفاصل الدموي او قلت له ارجع الغدا ولا ارجع الاسبوع المقبل، ينزعج ويتوتر وربما يصيح ويسب ويشتم. الفاصل الدموي او كيبغي الحاجه ديالو تقضى في الحال، لانه هو انسان كما قلت ديسيسيف، هو انسان يعني حاسم ولا يحب التلاعب ولا شيء. الفواصل الاخرى ربما تقبل التلاعب بحال البي والابي، وداك الشيء ما عادش مشكل، هذيك يعني لينه، يعني فواصل لينه. لكن الفواصل الاوام والفاصل الدموي او لا يعرف النفاق ولا يعرف الخدعة. نعم. الفاصل الدموي لا يعرف النفاق ولا يعرف الخدعة، هو فاصل صادق مع نفسه. حتى أن يعني كنشوفوا بعض الشخصيات كانت عندهم فاصل دموي أو كنقولوا بأن هذه هي الفاصل الدموي أو تيب، يعني نموذج ديال هذا، رغم أن كان شخصيات اللي كانت خلعت العالم ومع ذلك ما عندهاش فاصل دموي أو، كان عندها هي قامت بحروب وقامت بتقتيل في عبر التاريخ، ولكن الفاصل الدموي كان عنده غريب جدا، غريب. بمعنى انا بمعنى ان هذا الفاصل الدموي اللي غنوصلوا عليه هو فاصل غادي يكون عكس فاصل الدموي او تماما فيما يخص التغذيه، فيما يخص التغذيه. اما الاشياء الاخرى فهو مشترك فيها، فهو يبقى انسان. الفاصل الدموي او فاصل لحم لا يحتاج الى هضمات، عنده معده قويه، عنده غده درقيه ضعيفه. عجيب. باش نلخصوا للناس باش يفهم. نعم. عنده غدة درقية ضعيفة جدا، وعنده معدة قوية، عنده معدة قوية قوية جدا، حديد يعني هذا. فولاذ، يعني لا يحتاج هضمات ولا يحتاج يعني سلطات ولا يحتاج هذه المسائل اللي كنقدموها قبل الأكل ولا شيء. هو فاصل اللحوم، ولكن لحوم طبيعية باش نكونوا واضحين. هو لا يقدر على لحوم الهرمونات ولحوم المضادات الحيوية.
من المستحيل يعني الإبل بمجرد ما يتناول لحوم منتوجة بطريقة هرمونات أو بطريقة حديثة فهو يصاب بجميع الأمراض. فاصل دموي هو فاصل طبيعة، يعني يريد يحب الفضاء الواسع ويحب الحركة ويحب أن يقضي حاجته بنفسه، يعني ما تبغيش يسخر الناس لأوه لأوه تيتسخر هو. ولكشيلش كنشوفه دابا بعد النساء اللي عندهم الأو يعني اللي كتجي من العمل وكتمشي طيب للطياب ديالها وما كتبغيش حتى اللي كلمت على المال عندها ما تتبغيش تقول لها جيبي، كتمشي هي تجيب الحاجة ديالها، الأو ما تبغيش من يتسخر لي. هذا وهو ليس فاصل الأوامر، يعني هو فاصل يعمل بقوته وبعضلاته وكذلك يعني بجهازه العصبي كذلك عنده وذكية أو يعني يعمل بالاثنين هذا ولا يتأثر يعني من الناحية النفسية. الأو إلا تقلق لا يعمل، إذا توتر لا يعمل، وإذا توتر يجب أن تتركه على حاله، أن تتركه يعني دقيقتين أربعة أو خمسة. علاش؟ لأنه حتى يرجع إلى حالته. نعم، عامل الأدرينالين عند الأم كيتعطلش، كيكون بتركيز قوي أكثر من الأول بأخرين، وكيكون عنده الأدرينالين كثير ولكن ما كيتعطلش، يعني كيتحلل بسرعة. ولذلك كنشوفوا الأو خا يتقلق كيرجع بسرعة، ترجع بسرعة. ولذلك يجب أن لماذا يجب أن نعرف هذه الأشياء كي نتفادى بعض المشاكل التي تقع من جراء أشياء بسيطة وتافهة جدا. يعني غير الشخص إذا سكت، إذا كان معه مثلا زميل عنده فاصل دموي أو تقلق، غير يسكت، غير لا يقول شيء لمدة دقيقتين ثم يقول له اسمح لي يعني عفوا رانا يعني أخطأت. أما إذا أراد أن يتشاجر معه فلن يسكت الأول أو ما يسكتش، يقدر يبقى مقلق ساعتين. هنا فين كاين المج. ولذلك في اليابان، نعطيك مثلا، في اليابان مثلا وصلت بعض الإدارات في اليابان أنها لا تشغل فصيل دموي أو عجيب. وأن نعم أن عند ريكروتمون في التشغيل ديال الناس يطلبوا الفصيل الدموي، الفصيل الدموي كيطلبوه كيشوفوا إذا كان أو كيعرفوه لاش يصلح، ولا كان كيعرفوه لاش يصلح. هذا جيد. نعم يعني هذا تنظيم. لاش غادي هما مشاو بعيد، اليابانيين مشاو بعيد في الاطار، ودابا بداو كيتاثروا منهم حتى بعد، ماشي كلشي، يعني بعض الادارات الامريكيه بداو كيتاثروا من هذا المنهج ديال اليابانيين. ولان علاش؟ لان اللي عمل هاد الفواصل هو دادامو، واحد هذا دادامو هو ماشي اصل امريكي ولكن دادامو الابن، اما الاول دادامو الاول كان عشاب ولكن دادامو الابن طبيب، وهو استفد من الخبره ديال بوه هذا يعني، وهو اللي وضع هذا الأنظمة. ولكن عليه وضع الأنظمة في المنطقة اللي كيعيش فيها، فهمتي؟ احنا وضعنا الأنظمة الغذائية للفواصل الدموية للمنطقة ديالنا المغرب العربي، منطقة المغرب العربي. وجدنا كاين واحد الاختلاف طفيف في أنواع الأسماك وفي أنواع الحبوب وكذلك بالنسبة لدول آسيا، ولكن في المغرب عليه ما عندناش مشكل. والغريب أن في المغرب الفاصل الدموي ما يقدرش على القمح، خصو شعير وخصو خرطال، والخرطال ليس فيه الاكتينات لان الاكتينات هي اللي تسبب مشكل على الفواصل الدمويه. ولكن دكتور انا لقطعتك، كنعرف بزاف ديال الناس حاملين ل يعني فصيله الدم او تياكلوا. نعم غادي نرجعوا. علاش؟ لان خاص الفصيل الدموي او باش يكون او في 100% خاص الطفل ملي يزداد خاصو ياخذ النظام ديال الاو. اما يجي واحد عندي عنده 40 عام يقول لي انا او، لا. الا بغى يرجع تدريجيا وكيحتاج 6 سنوات باش يرجع او يعني نقي، يعني او 100%. اما باش يبدا في اسبوعين يقول لك انا غندى ناكل على اللحم، ماشي، لا، هذا خطا. لان علاش؟ لانه تكيف لمده 40 سنه ويجب ان يعيد تكيفه في 6 او اكثر سنوات، يعني ماشي سهل. علاش؟ لان الخلايا اللي دخلوا البرمجه والهرمونات تعودت على هذه الاشياء اللي كنسموها حنا الادابتاسيون، وهذا التعود هو كيأثر تقريبا ب 40%، ماشي سهل، يعني كيأثر بكثير. فاذا كان هذا الشخص 100% مثلا لحم، فالتكيف ديالو غادي يردو 50% ولا 60% لحم، بمعنى أن غادي يبدا ياكل نبات، ما غاديش ياكل لحم 100%. ولذلك الناس ما يسمعوش هذا الحديث واللي يقول لك انا بي غنبدا ندير. نعم يبدا، ولكن يبدا بشويه، يبقى على نمط العيش اللي اعتادوا، ويبدا شيئا فشيئا الاشياء، ويرد البال الاشياء التي تزعجه. هذا هو القوي في هذا العرض. هذا الناس اللي كيتزعجهم مثلا طماطم، ولا كتزعجهم البطاطس، ولا كتزعجهم الرز، ولا الحليب، ولا الاجبان، اي شخص كتزعجه شي حاجه يمشي يتاكد من الفصيل ديالو، يعرف بان هذيك الحاجه خصو يحيدها، ما بقاش خصو. علاش؟ لان كاين الاكتينات، وهاد الاكتينات كتدير واحد التلازن
فعلى مستوى الدم، وهذا التلازن هو اللي يعطي أمراض واللي يسبب انزعاجات داخلية. فصيل دموي أو عنده معدة قوية، هو لحم ولا يحتاج هضمات، ولكن عنده غدة درقية ضعيفة. عجيب. نعم عنده غدة درقية ضعيفة ويصاب بتضخم الغدة الدرقية بسهولة، ولذلك خص هذا الفصيل هذا ما خصهمش يكتروا من بعد الزيوت، لأن الفصيل الدموي لا يتحمل الزيوت الصناعية، هو زيت الزيتون وزيت الكتان فقط. زيت الزيتون وزيت الكتان، الزيوت الأخرى لا يتحملها. هو يأكل سمك ويأكل دجاج بري دجاج بلدي، ويأكل صيد بحال طائر الحبش بحال الحجل وبحال الأرانب، يأكل صيد جيد ويأكل لحم مشوي. نعم. يعني لحم مشوي لك إلى اللحم طاب هذه الزيوت المائدة يضر الفصيل الدموي. إذا كانت لحوم صناعية، إذا كانت لحوم منتوجة بتقنيات سريعة أو بتقنيات حديثة كتضر الفصيل الدموي. الفصيل الدموي يحب لحوم الغنم طبيعة. لحوم الغنم ويأكل الفصيل الدموي ما عندوش مشكل مع تخثر الدم. الدم ديال الفصيل الدموي دي مجاري، ولكن كون الآن كون هذا الفصيل الدموي ما بقاش كيحترم النظام ديالو، فلذلك نجد مثلا ارتفاع الضغط عند بعض الناس عندهم فصيل دموي ومستحيل بالأمراض. نعم. لا نحن في علم التغذية كنقولوا من المستحيل فصيل دموي يكون عنده ارتفاع الضغط، لأن الشرايين ديالو إلاستيك مرنة جدا، وعنده دورة دموية قوية، وعنده دقات القلب جيدين، وعنده ما عندوش مشكل على مستوى الكوليسترول، هو كيحرق الكوليسترول. الكوليسترول لا يؤثر فصيل دموي بشرط أن يتحرك. فصيل دموي إلى شخص عنده الأب ديالو للأم ديالو كبيرة في السن، وعند الفصيل الدموي وكانت في البادية لا جابها للمدينة اقتلها، لا جابها للمدينة صافي غادي صحتها تمشي، خاصها تبقى في البادية وخاصها تبقى تخدم. لكانت جبد الماء من البير تبقى تجبد الماء من البير، لكانت تمشي مع الحيوان تمشي معهم، لكانت كتفلح تبقى تفلح، إذا كانت كتحرك خاصها تبقى تحرك. فصيل الدموي لا يحب تمدن فصيل دموي ما كيبغيش المدينة. فصيل الدموي كيبغي الفضاء الواسع، كيبغي الغابة، البادية. نعم. هاد المشاكل اللي حاصلة لنا الآن في المدينة غادي نعرفوا الناس السبب ديالها، لماذا عندنا كوليسترول وعندنا شحوم وسمنة وعندنا البطن خارج وعندنا شحوم حول الحزام وفي المستقيم وعند النساء حول المبيض، لأن الحركة، لأن الفصيل الدموي هو يأكل اللحم ما عندوش مشكل، ولكنه يجب أن يتحرك، يجب أن يتحرك. يعني اللي كيضر الفصيل الدموي هما الزيوت الصناعية، هما اللحوم ديال الهرمونات اللي فيها المضادات الحيوية. الأو ما تبغيش بعد الأدوية، الأدوية كتأثر فيه وكيتعالج بسهولة، ولكن كتأثر فيه الأدوية. والأو ما كيتحملش هذا القمح، الجلوتين ديال القمح كيضره، وكذلك القطاني بحال الفول كيضره الفصيل الدموي. الفاصوليا ما دير ليه والو، اللوبيا كياكلها، اللوبيا والعدس ما يضروش الأو، ولكن هذا المشكل ديال الليكتينات، المشكل ديال الليكتينات عند الفصيل الدموي هو يعني مشكل كبير جدا كبير يعني عنده. أما يعني من ما عدا هذه الأشياء، ويأكل خضر، يأكل فواكه ولكن شوية، يعني خاص يكون غالبا على المنتوجات الحيوانية. الخبز ديال القمح، الحليب ما يقدرش، هو الأو ما يقدرش على الحليب، بعد الليكتينات ديال الحليب هي كتسبب انزعاج الفصيل الدموي. واللحوم ليست كالحليب، هو يعني يتحمل اللحوم ولكن لا يتحمل السمك، ياكل سمك يعني مش مشكل، ولكن الأجبان والحليب هي تسبب انزعاج عند الفصيل الدموي، لأن الليكتينات عند الليكتينات مضادة اللي بالنسبة كدير تلازن عند الفصيل الدموي.